أهلا بكم أولادي وبناتي طلاب ماكسويل، ومرحب بكم مرة تانية على منصة بريفاتو. النهاردة بنكمل الجزء الخاص بالباب التاني، وإحنا بنتكلم في الجزء بتاع المسائل. طبعا اتكلمنا مع بعض في الحلقات اللي فاتت عن أفكار متنوعة عن المسائل. خدنا أول حاجة مسائل الكتل الجزيئية، اتنين اتكلمنا عن مسائل المثلثات، تلاتة اتكلمنا عن مسائل مولات الالكترونات، أربعة خدنا مسائل المجهول والمعلوم، خمسة خدنا مسائل النسب المئوية، ستة اتكلمنا عن مسائل المعايرة، ورقم سبعة النهاردة إن شاء الله هنكون بنخلص مع بعض آخر أفكار للمسائل. والنهاردة عندنا جزئيتين مهمين هنتكلم فيهم. الجزئية الأولى هنتكلم عن مسائل ماء التبلور. يعني إيه مسائل ماء التبلور؟ بعض الأحيان ممكن يديك أملاح زي مثلا CuSO4 نقطة XH2O، بيبقى عايز مني عدد جزيئات ماء التبلور أو عدد مولات ماء التبلور، أو بعض الأحيان يقول لي عايز صيغة المركب. لو أنت فاكر معايا في الباب الأول الليمونايت كانت 2F2 و3 3 جزيئات مية، فإحنا هنعمل المسألة كلها علشان نجيب المركب ده فيه كام جزيء مية. فممكن يسألك يقول لك ما عدد مولات المية، ممكن يسألك ما عدد جزيئات المية، ممكن يسألك ما هي صيغة الملح المتهترت أو الملح المتبرد اللي هو عايز الإكس، وممكن كمان يقول لك أنا عايز نسبة المية. طيب ازاي اتعامل مع المساله بتاعت ماء التبلور؟ اول حاجه مسائل ماء التبلور يا شباب ويا بنات لو صاحيين معايا، خلاص ليها كذا حاجه. رقم واحد بيدينا الملح قبل التسخين، رقم اتنين بيدينا الملح بعد التسخين، وانا هشتغل المساله عادي. بس قبل ما نبدا كده المساله نشوف كده سؤال رسم بياني. اول حاجه لو انا عطاني الملح قبل التسخين وسخنته، الميه هتتبخر يبقى كتله الملح هتقل، يعني اذا الرسمه البيانيه هتبقى كده. وبعدين الملح الكتله بتاعته تثبت لان طلعت منه الميه. ممكن نجيب لك رسمه بيانيه بتاني يقول لك انا عندي ادي الجزء الاول هسميه ايه، والجزء الثاني هسميه بي، والجزء الثالث هسميه سي، وبيقول لي من الرسم البياني دول مين في دول ملح متهترت، مين في دول ملح غير متهترت، مين في دول ماء تبلور. اسيبك كده تفكر. يلا كده برافو عليك، انت فكرت تفكير صح، وبرضه البنت اللي قاعده دي فكرت تفكير صح. فاذا الاي ده ملح متهترت، تمام، ده في ميه عشان كتلته كده كبيره. سي الملح الغير متهترت طلعت منه الميه، وبي ده يعتبر كتله ماء التبلور الموجوده فيه. تعالوا مع بعض كده نشوف الخطوات بتاعه المساله هتبقى ماشيه ازاي. هحل معاكم كده مساله ونشوف هنبدا الخطوات بتاعتنا ازاي. نقرا كده مع بعض المساله ونشوف هنتعامل مع المساله ونفرق بياناتها ازاي. بيقول لي اخذت عينه من كلوريد الكالسيوم المتهترت CaCl2XH2O. المساله اكيد يا شباب وبنات عايز يسالني عن اكس، عايز يعرف اكس دي بكام. وبعدين بيقول لي كتلتها 1.47 جرام، يبقى دي كتله الملح قبل التسخين. يبقى انا هنا هكتب كده كتله الملح الغير متهترت اللي هو الملح قبل التسخين ب1.47، وقال لي بعد ما تسخنت اصبحت 1.11، يبقى كتله الملح بعد التسخين. يبقى زي اول حاجه اسمه الملح المتهترت، اول واحده الملح المتهترت، تاني واحده كتله الملح بعد التسخين فممكن اسميه الملح الغير متهترت، ده عباره عن 1.11، يبقى قبل التسخين 1.47 وبعد التسخين 1.11، يبقى اكيد الميه بكام؟ اطرح الاثنين من بعض، يبقى رقم 3 جبنا كتله ماء التبلور، يبقى كتله ماء التبلور عباره عن 36% جرام. الخطوه رقم 4 بأحسب الكتله الموليه للملح الغير المتهترت، يبقى اجيب كده الكتله المولية للملح الغير المتهترت. يعني يا شباب يا بنات هاخد انهي رقم؟ هاخد الجزء اللي هو ما فيهوش ميه CaCl2، وهنفك المركب ده يبقى 2 في 35.5
زائد 40 يبقى الكلام ده يطلع معاك ب 111. يبقى اول حاجه يا شباب انا عملت ايه؟ انا طلعت البيانين من المساله اللي هم مين؟ كتله الملح اللي فيه ميه، 2 كتله الملح من غير ميه، 3 طرحت الاثنين من بعض جبت كتله الميه، 4 جبت الكتله الموليه للملح الغير متهالك. طب يا مستر ازاي هشتغل في المساله واجيب الاكس؟ ركز كده معايا، انا هاخد المساله دي اكنها نسبه ما بين الملح اللي ما فيهوش ميه والميه. هنجيب هنا يا شباب عدد المولات بتاع الميه، وهنجيب هنا عدد المولات بتاعه الملح الغير متهدرج. فكر معايا كده، هو عدد المولات بيساوي ايه؟ مش عدد المولات بيساوي كتله الماده من المثلث على الكتله الموليه؟ طب انا عايز عدد مولات الميه، يبقى عدد مولات الميه فكر معايا هيساوي ايه؟ يبقى عدد مولات الميه بيساوي كتله مان التبلور على الكتله الموليه للميه. طب انا عندي اكسجين ب 16 و2 في 1 ب 2 يبقى كأنها 18، واكس مش عارفه، يبقى اذا دايما الجزء اللي تحت ده يبقى 18 اكس، يبقى اذا يساوي عدد المولات بتاع الملح الغير متهترد، يبقى كتله الملح الغير متهترد على كتله الموليه للملح الغير متهترد. يبقى كده انا طلعت القانون، جبت نسبه ما بين عدد مولات الميه الى عدد مولات الملح الغير متهترد، فكيت عدد مولات الميه، كتلة الماء على 18 اكس، وكتلة الملح الغير متهترد على الكتلة المولية الغير متهترد. تعالوا نبص، كتلة المية موجودة يا مستر ب 36%، ادي 36%، وده كده 18 اكس بيساوي كتلة الملح الغير متهترد 1.11% على الكتلة المولية اللي هي 111. ايه اللي ناقص عندي كده يا شباب يا بنات؟ اكس. يبقى الاكس بتساوي 36% في 111 على 18 في 1.11%. برافو عليك، كده جبتها لي باتنين. يبقى انت كده جبت لي الاكس، يبقى الملح صيغته ايه؟ CaCl2 2H2. فاذا سالك في المساله انا عايز عدد مولات الميه، عايز عدد جزيئات الميه، عايز صيغه الملح المتهترت، يبقى ادي الصيغه اللي احنا جبناها اللي هي CaCl2 2H2. اذا طلب مني يا شباب ويا بنات نسبه الميه، نسبه الميه بتساوي ايه؟ بتساوي كتلة المية على الكتلة بتاعة الملح اللي فيه مية اللي هو المتهترد مضروبة في 100. طب بص معايا، كتلة المية بكام؟ ب 36% على الملح اللي فيه مية 1.47% في 100. يبقى إذا هنجيب كده نسبة المية على الآلة الحاسبة، هتكسب 36% على 1.47% في 100. كده احنا جبنا نسبة المية. بالمناسبة نسبة المية ممكن تساوي حاجة تانية، نسبة المية بتساوي كتلة الماء بتاع التبلور اللي عندي ده على الكتلة المولية للملح المتهترد في 100. يعني كنا الجزء على الكل في 100، دول 2، يبقى 2 مية على كل المركب في 100. فأنا عندي هنا 2 في 18 على 2 في 18 زائد 111 في 100، يبقى احنا كده جبنا نسبة المية. يبقى انت كده عندك نسبة المية ينفع تجيبها بطريقتين، لو كان عطيك الملح بعدد المولات بتاعته زي المسألة اللي خدناها في الحصة بتاعت النسبة المئوية، اكنها كتلة المية او الكتلة المولية للمية على الكتلة المولية للملح كله في 100، او كتلة ماء التبلور من خلال الكتل على الكتلة بتاعت الملح المتهدر في 100. يبقى احنا كده حلينا المسألة. ناخد مسألة تاني علشان برضو تبقى الدنيا واضحة بالنسبة لك وتعرف ازاي تتعامل مع المسألة. يبقى المسألة انا عملت ايه؟ كتبت الملح في الاول، قسمته لنصين، جبت عدد المولات هنا وعدد المولات هنا، وطلعنا اربع بيانات. يلا افتكر معايا ايه هما الاربع بيانات؟ كتلة الملح اللي فيه مية، كتلة الملح اللي ما فيهوش مية، وبعديها كتلة المية، وبعديها الكتلة المولية للملح الغير متهترس، وعوضنا وجبنا الإكس بتاعة المركب اللي عندي. تعالوا كده مع بعض نشوف مسألة تانية. مسألة نقرا كده مع بعض المسألة ونشوف المسألة بيقول لي إيه. بيقول لي عند تسخين 2.68 جرام من كربونات الصوديوم. يبقى كربونات الصوديوم Na2CO3، احنا عايزين الاكس H2O دي، عايزين الاكس دي بكام؟ هو بيقول لي قبل ما سخن كانت ب 2.86 من 100،
ولما سخننا اصبحت الكتله 1.6%، زي ما قلت لك هو عطاك كتلتين، كتله الملح قبل التسخين وكتله الملح بعد التسخين. بتعمل ايه؟ طرحت الاثنين من بعض وكده، رحت جبت كتله الميه طلعت في 1.8. هتجيب لي الملح اللي ما فيهوش ميه اللي هو عباره عن Na2CO3 وتفكه، 3 × 16 + 12 + 2 = 23، طلعت ب 106. كتبنا الملح هنا والميه هنا، هنجيب هنا عدد مولات وهنجيب هنا عدد مولات. عدد المولات كتله الميه على 18 اكس، كتله الملح الغير متهترت على الكتله الموليه، يلا عوض معايا، كتله ماء التبلط ب 1.8. الكتله دي عباره عن 18 اكس بيساوي كتلة الملح الغير المتهترت 1.6% على الكتلة المولية للغير المتهترت اللي هي 106. يبقى كده ايه اللي باجي عندي يا شباب؟ اللي هو الاكس. يبقى الاكس بتساوي 1.8 في 106 على 1.6% في 18، طلع الناتج اللي معاك ب 10. يبقى اذا عدد مولات الميه ب 10 مول او عدد جزيئات الميه ب 10 جزيئات، يبقى الصيغه اللي عندي عباره عن Na2CO3 × 10 H2O. يبقى اذا دي بالنسبه للمساله. اذا طلب نسبه الميه عندك طريقتين، ينفع تقول نسبه الميه عباره عن كتله الميه على كتلة الملح اللي فيه مية مضروبة في مية، أو ينفع تقول نسبة المية عبارة عن الكتلة المولية للمية على الكتلة المولية للملح اللي فيه مية كله في مية. فأنا لو قسمت ده على ده في مية، أو قسمت كتلة المية على كتلة الملح اللي فيه مية في مية، يبقى احنا كده جبنا النسبة المئوية. يبقى إذا دلوقتي أنا عندي أول فكرة لماء التبلط، اللي هي بيديني الكتلة قبل التسخين وبيديني الكتلة بعد التسخين. طيب افرض يا مستر المسألة جت صعبة. لو صعب المسألة هيعمل ايه؟ لو صعب المسألة بكل بساطة هيشتغل ازاي؟ هقول لك الجفنة فارغة ب10، والجفنة بها البلورات ب17، والجفنة بها البلورات بعد التسخين ب12. هو عايز يقول ايه؟ يعني ما جابلكش الملح مثلا متهترت وغير متهترت، بقال لك الجزازه فاضيه، البوتقه فاضيه، الجفنه فارغه، اي لفظ من الثلاثه، زجاجه، جفنه، بوتقه، خلاص فارغه دي ب 10 وفيها الملح جنب مسخن ب 17، يبقى هطرح 17 من 10 يبقى جبت الملح المتهترت، وهطرح 12 من 10 جبت الملح الغير متهترت، وهتكمل باقي مسالتك عادي زي ما احنا اشتغلنا. يبقى الفكره الثانيه لما ما بيجيبلكش الكتله قبل التسخين وبعد التسخين، بيجيبها لك بدلاله الجفن. تعالوا نقرا مع بعض كده مساله ونشوف ازاي هنتعامل مع المساله دي. المساله بيقول لي كده: سخنت، او احسب عدد جزيئات ماء التبلور واكتب الصيغه الجزيئيه لبلورات كلوريد الحديد 3. يبقى هنا بيقول لي ادي كلوريد الحديد 3 FeCl3، وعطاني هنا XH2، ادي المساله. وهنا بيقول لي كتله الزجاجه فارغه، ادي الزجاجه فاضيه ب 9 3 7 5، والزجاجه فيها الملح قبل التسخين ب 10 7 2 5، والزجاجه بها الملح بعد التسخين ب 10 1 8 7 5. وبعدين اشتغل بقى مساله الزجاجه الفاضيه هيطرح منها مرتين، يبقى ده من ده جبنا كتله الملح المتهترت اللي هو الرقم اللي هحطه هنا، وطرحنا ده من ده جبنا الملح الغير متهترت. الرقمين اللي جبتهم طرحتهم من بعض، يبقى احنا كده جبنا الكتله بتاعت ماء التبلط. الخطوه رقم 4 بنجيب الكتله الموليه للملح الغير المتهترت. الخطوه اللي بعديها كتبنا الملح وكتبنا الميه، جبنا عدد المولات وجبنا عدد المولات، كتلة المية موجودة عندك على 18 اكس، كتلة الملح الغير المتهترت موجودة عندك اللي احنا طرحناها 10 1 8 7 5 ناقص 9 3 7 3 5، يبقى احنا كده جبنا الملح الغير المتهترت، والكتلة المولية اللي هي في الكينة ده، يبقى كده هنجيب الاكس، الاكس هتطلع معاك ب 6. يبقى اذا الصيغة FeCl3 ست جزيئات مية. يبقى اذا الفكرة الأولى بيديك الملح قبل التسخين والملح بعد التسخين، الفكرة الثانية بيصعبها لك شوية، بيجيب لك الجفنة فارغة بكام والجفنة بها الملح بكام وبعد التسخين بكام، هتطرح من الجفنة الفارغة مرتين.
طيب الفكرة التالتة في ماء التبلور، ممكن ما يدينيش الأرقام ويديني رقم واحد بس، يقول لي مثلا احسب مثلا عدد مولات المية إذا علمت إنها تحتوي على 20% من كتلتها مية. كلمة 20% من كتلتها مية يا شباب وبنات معناها إيه؟ 20% من كتلتها مية يعني كتلة المية ب 20. طب يبقى الملح اللي ما فيهوش مية بكام؟ 100 ناقص 20 أكنها 80. طب تعالوا كده نحل مسألة مع بعض. بيقول لي احسب عدد مولات ماء التبلور في عينة من كبريتات المغنيسيوم، يبقى إذا دماغي راحت لكبريتات المغنيسيوم كتبت XH2O. يلا قبل ما أبدأ المسألة أكتب لي القانون، هتقول لي يا مستر دي كده كده 18 إكس، طب ودي عبارة عن الكتلة المولية للملح الغير المتهدرج، حفظت القانون معايا، وهنا عبارة عن الكتلة بتاعت الملح الغير المتهدرج، وهنا كتلة المية. هو بيقول لك هنا ايه؟ اذا علمت انها تحتوي على 62.26% من كتلتها مية، يقول لي ايوه يا مستر كده يبقى انا عرفت ان ال 62.26 دول كتلة المية، يبقى مقسومة على 18 اكس. طب يبقى اذا الملح اللي ما فيهوش مية بكام؟ 100 ناقص 62.26 على الكتلة المولية للمركب ده هنفكه هيطلع ب 120، 4 في 16 زائد 32 زائد 24. يبقى اذا يا شباب وبنات انا جبت الاكس عن طريق المقص يبقى طلعت ب 11، يبقى الصيغه ام جي اس او 4 ضد 11 اتش 2 او، يبقى احنا كده حسبنا ماء التبلور. يبقى اذا ماء التبلور كده اول حاجه الفكره المباشره الملح قبل التسخين وبعد التسخين. الفكره الثانيه لو صعبها اكتر بيقول لك الجفنه فارغه بكام وقبل التسخين وبعد التسخين. الفكره الثالثه بيديني نسبه ميه، فاذا نسبه الميه اعتبرها كتله الميه وهطرح من 100 يبقى كده جبت الملح الغير المتهدرج. طيب الفكره الرابعه، الفكره الرابعه في مسائل ماء التبلور، لو اتعاملنا مع مسائل ماء التبلور وشفنا ممكن ايه الحاجات اللي ممكن يدهان دي في المساله وهنتعامل معاها ازاي. ناخد مع بعض مثلا مساله كده كانت في اختيار وموجوده برضو على موقع الوزاره وموجوده على بنك المعرفه، بيقول لي يتحد 1/10 مول من مركب XCl2. خلي بالك هنا بيقول لك عدد مولات الملح الغير المتهدرج مع 10.8 جرام من المية، يبقى دي كتلة المية، لتكوين ملح رمزه XCl2NH2O وهو عايز الـ N. يلا كده معايا اكتب لي القانون، هنا كتلة ماء التبلور وهنا 18 إكس وهنا عبارة عن كتلة الملح الغير المتهترد على الكتلة المولية للملح الغير المتهترد. يقول يا مستر هو ما عطانيش أساسا الملح الغير متهترد ولا عطاني الكتلة المولية الغير متهترد، أنا قلت لك إن الجزء ده كله اسمه إيه؟ عدد مولات الملح الغير المتهترد، والجزء ده كله اسمه إيه؟ عدد مولات المية بتاعة اللي هي الموجودة في الملح. طب هو بقى شال ده كله وحط مكانه عدد مولات الميه 1/10 مول، هو بيقول لي يتحد 1/10 مول. طب واعطاني كتله الميه بكام؟ كتله الميه ب 10.8 على 18 اكس، يبقى اذا اللي باجي عندك مين؟ اللي باجي عندك الاكس، يبقى الاكس طرفين في وسطين جبنا اللي طلعت ب6، يبقى اذا الملح رمزه ايه؟ طبعا ممكن هنا ما نسميهاش اكس عشان ما تلخبطش، هنسميها ان او هنسميها ان زي ما موجوده في المساله، وادي ان، يبقى اذا ال ان اللي عندي اكنها بتساوي 6، يبقى اذا الملح رمزه XCl2 6 جزيئات ميه. يبقى خلي بالك هو ما جابلكش هنا كتله الملح الغير متهدر بكام، لكن جابلك الجزء ده كله على بعضه اللي هو عدد مولات الميه. ممكن بالمناسبه يجيب لك عدد مولات ماء التبلور، كلها نفس الفكره. طيب بصوا معايا كده الحته دي، الواحد مول يا شباب في كام مول من الميه؟ 6، طب يبقى الاثنين في 12 وهكذا. طب لو انا عندي Na2CO3 10 جزيئات ميه، الواحد مول من الملح الغير متهدرج بيحتوي على 10 مولات ميه، طب يبقى الاثنين مول يبقى فيهم 20، طب والنص مول يبقى اذا فيه 5 وهكذا.
كده يا شباب ويا بنات احنا اتكلمنا عن مسائل ماء التبلور، وبكده يعتبر خلصنا افكار المسائل. امال ايه يا مستر رقم 8 اللي انت كاتبها دي متنوعه؟ دول عباره عن ثلاث مسائل كانوا موجودين على بنك المعرفه وموجودين في دليل التقويم وكانوا موجودين في امتحانات قديمه وامتحانات ازهر من سنوات عدت. عايزين كده نعدي على الثلاث مسائل دول اللي هم الافكار المتنوعه. اول مساله بيقول لي احسب حجم الميه، يبقى هنا عايز حجم الميه. قال لازم اضافتها الى محلول هيدروكسيد صوديوم تركيزه 3/10 وحجمه 200 ليصبح تركيز 1/10. انا عايز تتخيل المساله، هو بيقول لك انا عندي دوري، الدوري ده فيه 200 مللي من المحلول والتركيز بتاعه 3/10. انت لما تحط ميه على التركيز، التركيز يحصل له ايه؟ يقل ولا يزيد؟ ايوه برافو عليك، هيقل، لان كل ما بتزود التخفيف تركيز المحلول بيقل. فاذا لو انا عملت رسمه بيانيه ما بين التركيز وما بين التخفيف هيبقى تناسب ايه؟ تناسب عكسي، كل ما زاد التخفيف التركيز قل. هنا بيقول لي انا عندي دورك بالشكل ده في 200 مللي والتركيز بتاعه 3/10، وبيقول لي انا عايز احط عليه ميه، هو عايز بقى حجم الميه اللي هيتحط علشان التركيز يبقى 1/10 مولر. يعني هو كان 3/10 مولر، انا هخليه 1/10 مولر. عايزين نفكر مع بعض شويه، هل انا يا شباب حطيت ميه ولا حطيت صودا كاويه؟ ايوه صح كده، زي ما انت فكرت حطيت ميه، يبقى انا ما حطيتش صودا كاويه. يبقى قبل ما احط الميه عدد المولات بتاع الصودا الكاويه قبل ما احط الميه بيساوي عدد المولات بعد ما حطيت اللي هو الميه اللي هو بتاع الصودا الكاويه، يبقى ساويت دي بدي. طب عدد المولات ده مش بيساوي تركيز في الحجم قبل التخفيف قبل ما احط الميه، بيساوي تركيز في الحجم بس بعد التخفيف. التركيز اللي عندك ب 3/10 والحجم 200، التركيز اللي عندك ب 1/10 والحجم بعد التخفيف يبقى مش عارفه، يبقى الحجم بعد التخفيف اكنه بيساوي 3/10 في 200 مقسوم على 1/10 طلعت يا شباب ب 600 مللي. يبقى اذا انت كان عندك 200 قعدت تحط ميه لغايه لما وصل 600 وتركيز 1/10، يبقى اذا حجم الماء اللازم اضافته اكنه بيساوي 600 ناقص 200 يبقى اكنه بيساوي كام؟ 400 مللي، ده حجم الماء اللازم اضافته. اخد معاك مساله ثانيه كده وركز معايا كده على السبوره اهي. انا كان عندي محلول بوتاسا كاويه كان حجمه عباره عن 500 مللي وتركيزه ب 6/10، بيقول لك انا حطيت عليه ميه علشان التركيز بتاعه وصل 4/10، يبقى زي فعلا جل حجم الميه اللي حطيتها قد ايه؟ هتقول لي عدد المولات قبل بيساوي عدد المولات بعد. طب عدد المولات قبل عباره عن ايه؟ الحجم في التركيز بيساوي الحجم في التركيز، ادي الحجم ده بس بعد. يبقى الحجم بعد بيساوي ايه؟ يلا لو معاك اله وانت بتسمع كده اعملها على الاله، 500 في 6/10 على ال 4/10. كده احنا جبنا مين يا شباب؟ جبنا الحجم بتاع المحلول بعد ما حطيت الميه، طلع مثلا ب 700، طلع ب 800 زي ما هتطلعه انت على الاله. يبقى اذا لو طرحت الاثنين من بعض يبقى انت كده جبت ايه؟ حجم الماء اللازم اضافته لتحويل التركيز من تركيز اعلى الى تركيز اقل. اهلا بكم مرة تانية بعد الريست اللي انت خدته، وهنكمل كده مسائل متنوعة، واحنا دلوقتي في اخر افكار المسائل بتاع الباب الثاني. وفي مسائل متنوعة خدنا الفكرة الاولى، في المسائل المتنوعة اللي هي لما حطيت المية على محلول تركيز قل وبزن جبت كمية المية اللي حطيناها بكام. المسألة الثانية بيقول لي احسب عدد مولات حمض الهيدروكلوريد. انا عندي هنا هيدروجين وعندي كلور، كون لي HCl. اقرا معايا المسألة، هو عايز عدد مولات حمض الهيدروكلوريد لما يتفاعل من ده 1.5 مول مع 2 مول، وعايز اللي يتبقى من الهيدروجين. خلي بالك المسألة فيها فكرة بسيطة صغيرة، اللي اتبقى من الهيدروجين تفهم ايه؟ تفهم ان الهيدروجين مش كله اتفاعل، جزء اتفاعل وجزء ما اتفاعلش. ف
فهمت من العباره اللي سالك عنها وعايزين البكه من الهيدروجين، يبقى سيبك من الهيدروجين وما تفكرش فيه، يبقى هنشتغل بالتاني. يبقى اللي يسالك عن اللي اتبقى منه سيبك منه، يبقى سيبك من اللي سالك اللي هو العباره عن المتبقي ده. يبقى اذا الفيصل بتاع مين؟ الواحد ونص. احلها معاك بطريقه سهله اسميها لك طريقه النسب. النسب ده واحد وده واحد وده اتنين، يعني اكن النسبه واحد الى واحد الى اتنين. مين اللي خلص كله؟ الواحد ونص. ده كنا بنسميه في سنه اولى العامل المحدد اللي هي الماده اللي بتستهلك تماما. يبقى الواحد ونص كلور محتاج لواحد ونص هيدروجين علشان يدينا 3 مول من اتش سيل. طب عرفت ازاي مصر كده؟ ما هو بيقول لي النسبه في الوزن واحد لواحد لاتنين، ده معناه ان لو ده واحد ونص محتاج واحد ونص عشان يدينا 3، ولو ده نص محتاج لنص عشان يدينا 1، ولو ده 4 محتاج ل4 عشان يدينا 8. يبقى انت كده جاوبت لي على السؤال، يبقى عدد المولات بتاعه اتش سيل ب3 مول. طب وعدد اللي اتبقى من الهيدروجين؟ نص مول، لان هو عطاني 2 مول والاتفاعل كام؟ والاتفاعل 1.5، يبقى اتبقى نص. اديك واحده زيها تاني. لو انا فعلت النيتروجين مع الاكسجين علشان نكون اكسيد النيتريك، وبيقول لي احسب عدد مولات اكسيد النيتريك اللي هو الغاز عديم اللون، وبيقول لي ده كان 2 مول، وهنا عايز المتبقي من غاز النيتروجين اذا تفاعل 5 مول. هو سالك عن اللي اتبقى من ده، سيبك منه. يبقى النسبه 1:1:2، 1:1:2، يعني ده 2 مول محتاج ل2 مول علشان يدينا 4 مول. يبقى عدد مولات الناتج ب4 مول. طب عدد مولات اللي اتبقى من النيتروجين انا اتفاعل من معاه 2 مول، يبقى اتبقى كام؟ اتبقى 3 مول. بكده دي المساله رقم 2 في مسائل متنوعه. عايز تاخد رس وترجع تاني بس بسرعه ما تاخرش. اهلا بيك مرة تاني بعد الفاصل، وخلاص دي اخر مسألة لينا كده في الباب التاني، ويعتبر كده خلصنا كل افكار المسائل الموجودة في الباب التاني. معلش مسائل الباب التاني مليانة شوية والافكار بتاعتها كتيرة اكتر من المسائل الموجودة في الباب التالت او الباب الرابع. المسألة الاخيرة بيقول لي اضيف محلول مطرات الفضة AgNO3 الى حمض الهيدروكلوريك، وطبعا بيقول لي كون AgCl اللي هو الراصب الابيض مع HNO3، وبيقول لي هنا اترصب من الملح ده ادي 5.38 جرام. هو بيقول لي كده اضيف محلول نترات الفضه الى 20 ملي من حمض الهيدروكلوريك، يبقى الحجم بتاع الحمض 20/1000، يبقى كنا ب 2/100 لتر. وبعدين بيقول مجهول التركيز وعند ترشيح الراصب كلوريد الفضه وتجفيفه وجد ان كتلته بيساوي كذا، اعتقد الكتله بتاعته، احسب مولاريه الحمض. يبقى انا كده يا شباب وبنات عايز ايه؟ مولاريه الحمض. كلمه مولاريه الحمض يعني ايه؟ يعني تركيز، يعني تاني؟ يعني قوه المحلول. ادام سالك عن مولاريه الحمض يبقى ده مثلث. مولاريه بتساوي ايه؟ بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. طب الحجم باللتر عندك؟ ايوه موجود 2/100، يبقى اللي ناقص عندك س مول من الاتش سيل. طب انا مش عندي س مول من الاتش سيل، هتصرف ازاي؟ هقول بس هو عطاني اي جي سيل. يبقى انا هستخدم الاي جي سيل اللي هي 5.38.0 وهجيب من خلالها س مول من ده. ده بالجرام وده بالجرام وده بالمول وده بالمول، بسط ومقام بيساوي، عملت اكنها مجهول ومعلوم، ده 1 مول وفكينا المركب ده وده 1 مول. يبقى اذا عدد مولات ال HCl هنحطه هنا على اللي هو الحجم باللتر، يبقى احنا كده جبنا المولاريه او التركيز. بكده يبقى احنا خلصنا المساله الاخيره دي ربطنا فيها مجهول ومعلوم، وكمان ربطنا بيها المثلث بتاع التركيز. بكده يا اولادي وبناتي يبقى انا خلصت معاكم الباب الثاني. انا عارف كان باب صعب وكان باب مليان افكار مسائل، بس عايزك اسمع الحلقه مره واثنين وثلاثه وحاول تحل الشيتات اللي معاك وحاول تظبط الدنيا. الدنيا ان شاء الله تبقى سهله، المسائل حلها مره واثنين وثلاثه هتلاقي مفيش افكار ثانيه جديده بالنسبه لك. عايزك تفكر، ما تعتمدش على ان انت حفظت مسائل، لكن افهم الدنيا ماشيه ازاي، هتلاقي الشيتات موضح فيها كل الاسئله. ان شاء الله لينا لقاء
يعني قريب جدا مع الباب الثالث على منصة بريفادو. وكمان ما أنا مش عايزك تنسى ان احنا هننزل امتحانات الكترونية خاصة في المراجعات، خاصة بالباب الاول والباب الثاني برضو على المنصة. سلام.